جالس النقصي حذفت المقطع. أنت شوف الجلسة، طريقة الجلسة، طريقة الكلام يذكرك لما في بعض النساء اللاتي يحببن الغيبة ويجلسن هكذا جلسة ويتكلمن عن الجارة وراحت وعملت وشوف حركة الإيد. كمان النساء من عادتهن أنه أيضا يتجسسن على من يظنون أو يظنون أن أنهن يتكلمن عليهن. هذا اللي أنت عم تعمله. شوفوا أخواني الكرام، قال هو ما بيرد على واحد مهرج مثلي ولا عنده وقت يرد، بس عنده وقت يتابع فيديو من 50 دقيقة، من 50 دقيقة، حتى إيش؟ حتى يحصل منه على دقيقة أو دقيقتين يعلق عليه. والآن شو على إيش عم يعلق؟ يعني أنت عم تتهمنا إنه نحن إحنا ليش نحن عاملين المجلس مشانك؟ أعلن أنا نفسي أعلنت عن 3 مشاريع علمية، منها كتبي 3 التي طبعتها والرابع والخامس على الطريق. هذا بالإضافة إلى مواضيع كثيرة تطرقنا إليها، وأنت لم تجرؤ على التلويح فضلا عن تصريح بتلك الأمور اللي تكلمنا عنها، ومنها أسئلة علمية وكذا. لا أنا مثل النسوان لأنه عم نتكلم عليه، وأنت عم تتلصص علينا إنه يا ترى عم نحكي عليك ولا لا. شوف هذه أول عم نعمل قلب اللي قلبناها عليه. إيه تفضل. لؤلؤ المجوسي ما شابه ذلك، أسأل الله يغفر لهم، ما في مشكلة. هو إيش قاسها؟ إنه الحسيني اللي عنده 1,000,000 قال عن محمد بن شمس الدين، اللي عنده 500,000 هذا الكلام. يعني مو بس أنا اللي ما عندي 100,000. عقليات يا رجل، والله عقليات غير عقليات متابعينك. شوف أخوان الكرام، أنا كنت واحد من الشموس هذا من أتباعه، هذا ما بينظر إلى الموضوع اللي أنا عم رد عليه فيه إنه يرد عليه علميا من يعلق على تسجيلاتي. يعني لا، أتباعه بيجوا إيش؟ أنت بدك ترد على الشموس، أنت بدك ترد على شيخنا الشموس مجد الدين. فواحد من أتباعه يقول لي أنت كيف عم ترد عليه وأنت ما في عندك 20,000 متابع؟ هو عنده 500-600,000 متابع، فالشغل صار بمتابعين. قلت له طيب إذا كان الشغل بمتابعين، هي الحسيني رد عليه وهزأه وشبه كما يقول بأبي لؤلؤ المجوسي وبالكيالي و إلى آخره، وهو أكثر منه متابعة. هذا عنده قناته، هذه عنده أحد قنوات الحسيني عنده فيها 1,000,000. فإذا كان الشغل بالمتابعين، فإذا بدون ما يرد الحسيني عليه فهو خلص يعني غلب كثرة المتابعين. طريق الموضوع انه هو هذا الشموسي هو اصلا سجل هذا التسجيل كله على بعضه مشان لانه عثر على هوني في دقيقة من التسجيل، اللي هو 50 دقيقة، هذا لما استضفت خان الشيخ عبد القادر الحسين في دقيقة. بقول انا لما بفتح بس على التيك توك بيجيني 1 أو 2، مثلا 3 يلا، لما الشموسي بيفتح بس بيجيني 1,000. هاي عجبته، طار فرح فيها الشموسي. انا شو لك انت عم تقوله انت اهل السنة واكثرية وكذا وكذا، فراح سجل تسجيل مخصوص مشان هالدية هاي، وترك كل المشاريع العلمية اللي اعلمنا عنها، واهديت كتبه للشيخ عبد القادر واهداني كتبه ورسالة الماجستير والدكتوراه ورسالة الماجستير والدكتوراه، لكن انا ماجستير ما عملش مطبوعة ولا حتى دكتور مطبوعة. المهم طبعا يعني طبعت انا جزء منها، وسألنا اسئلة علمية احنا ما تجرأ يعني يتكلم عن الطريف. أكثر الأشد طرافة أنه هو هنا اللي عم يهزأ أنه كيف عم تجعل قضية المتابعين مقياسا، هو نفسه جعلها مقياسا ونصف كمان، جعلها كثرة المتابعين هذه من علامات محبة الله له. ألا تشوفوا هلا؟ طيب نكمل. إيش عملت لكم أنا؟ أنا أرد عليكم نعم صحيح، يعني أنه أنا أسقطت مذهبكم بحمد الله سبحانه بجهلك. بهذا الفيديو بيقول أنت ما عم تقول عني مجنون وجاهل وكذا. إيه طيب، مجنون وجاهل وأسقطت مذهبكم؟ والله منيح، والله فرجت عنا هذا الشموسي كل ما برد علي أو على الشيخ عبد القادر يا جاهل،
طيب إذن هلا الآن اسمح لنا نستعير منك هذه الحجة. يا سيدي جاهل وغلبتكم ودمشقية، قلت له برد عليه يا جاهل، وبرد على الشيخ قال يا جاهل. طيب جاهل يجوز أن يرد ويغلب، كم أنت عم تعمل حالك هلا اسمع لك جاهل ورد. فهنا بهذا الفيديو عمال يمدح نفسه ومن كثرة المتابعين الله يحبه والله، بينما الأصحاب كانوا من شدة التقوى كانوا يخشى أحدهم على نفسه النفاق. هذا خلاص حط الجني بكيس، حط الجني بجيبه. اسمعوا تعالوا الناس تبين لهم، ولكن ما توقع تبين لهم جهلك، ومنهم الوهابي نفسه ما ضل حدا من الوهابي. أنت لو كنت تستحي ما كنت طلعت ثاني مرة بعد ما الفضيحة اللي صارت مع بينك وبين الحسيني. توقعت أن يصل الأمر إلى أن أكون فعلا وسواس في أذهانكم، يمكن أطلع له بالمنام أنا. صدقت والله طلعت لي بالمنام. إن شاء الله لا نكذب، لا بالمنام ولا بغير المنام. المنام خاصة الكذب فيه من الكبائر. رأيت في المنام أنه والناس مجتمعة وأنا أقول له هيا اترك جوجل خلفك، اترك الحاسوب خلفك، اترك كل شيء خلفك، ويلا نتناظر أنا وأنت حجة بالحجة بدون لا جوجل ولا كتب ولا هم يحزنون، يلا على صفحة قلبي مثل ما بيقولوا. ففر في المنام، والله هكذا رأيت. نعم رأيتك في المنام، نعم. والناس كلها شاهدي، وبدليل هو شوف هو لا يجرؤ يذكر اسمي. لاحظ إيش إيش لاحظ لاحظ إيش مسمي الفيديو، جلسة أيوة كل ملخص من عندي، جلسة ضحك ترفيهية بين طبرز مسميها كذا وواحد ثاني. شوف حتى واحد ثاني غلط هذه، وواحد ثاني لأن هذا اسم منقوص يقدر فيه الرفع ويقدر فيه الجر، كما قال ابن مالك في الألفية والثاني منقوصا. هذا بعد أن قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، إلى أن يقول والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينواكذا ورفعه ينواكذا كذا كذا يجر. تقول جاء قاض مررت بقاض مثل واحد ثان، لكن النصب يظهر رأيت قاضيا. ارجع أنا إلى تسجيل واحد مطول سجلته من 10 سنين عن المنقوص على قناتي واحد. هذا لما عملنا هذا البرنامج وازلنا إن شاء الله في برنامج صناعة طالب العلم قسم المنظومات عن هذا البيت، والثاني منقوص ونصبه ظهر. هذا تعرف إيش حتى تعرف تكتب العنوان مضبوط لازم تقول بين الطبرزات هذه أو الطبرز، طبعا هذه فيها تنافس بالألقاب وهلا سيدافع عنه وسيكفرنا حتى يعني يقول إيه يجوز لأنه أنت كفار، يجوز لي أنا أتنابز يجوز لي التنافس بالألقاب لأنك أنت كفار، يعني 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 شاهد على نفسه تكفيري. شوف بين الطبرزات وبين واحد ثاني لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش مرفوع المفروض، لكن هنا ليش؟ لأنه هذه الكسرة هو هذا تنوين الكسر حتى إشعار بأنه في ياء هنا محذوفة قدر عليه الضم، وواحد ثاني يعني هذه وبدك تقول واحد ثاني أنا مجرور وعلامة جره كسرة مقدر على الياء المحذوفة لأنه منقوص. إشعار فقدت بهذه الأمور. شو اسمع حقيقة أنا أشفقت عليه وعلى ذلك اللي أشفقت عليه، وما بيسجل يذكر اسمي. لك تعلم من شيخك دمشقي اللي هو طريد، هو طريد العلم طريد الأزهر، وأنت لقيت العلم تعلم منه. هلا دمشقي بيطلع بيقول رد على وليد ابن الصلاح وطلب مني المناظرة علانية وهكذا يكتب العنوان، مش مشكلتي بقول كده جلسة ترفيهية بين الطبرز وواحد ثاني مين واحد اللي هو أنا هون اللي ما أمسي قال إحنا عاملينه نحنا يعني نشعر بأنه شموس الكابوس، مشان هيك أنت عم تتابع قناتي وبتتابع تسجيلاتي وبتروح بتبلغ عنها بعد أن تبيع دينك بنص فرنك، دينك كده تبيعه بنص فرنك اللي هو إيش
اللي هو مذهب أنه التوحيد ثلاث أربعة أقسام مش ثلاثة. الرابع اللي هو توحيد الحاكمية، أنه من يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهذا خرج طعن في التوحيد. أنا نفسي دعيت إلى الكتاب والسنة حينما بلغ عني تعنت أنا حاكم إلى القرآن وبفهم شيوخك، بفهم دمشقي، لأن دمشقي يعتبر التحاكم إلى الطاغوت تبليغ التبليغ لليوتيوب هو من التحاكم إلى الطاغوت، وهو حلقة في ذلك ردا على هذا سالم الطويل، لأنه ذاك سالم الطويل بلغ على عن دمشقي. فأنا لي تسجيل على قناتي الثانية اسمه، انتهى التسجيل، اسمه دمشقية ينصرني.